بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد
بل هم عالمون في ضلال مبين. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله لا يهدي القوم الظالمين. إن رب
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ولقد جاء أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر قال لا تختصموا إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم
تقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت
Yes.
هذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمس إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون
والنجوم
إنه لا يحب المعتدين. ما
إنها كلمة